الحاج محمد من الشرقيه عايز يكمل سؤال. اتفضل يا حاج محمد. ايوه مولانا. اتفضل يا حاج محمد. ربنا يديك الصحه وطولة العمر وخليك لنا يا رب. ربنا يعزك ويخليك ليا ويكفيك شر المرض ويديك الصحه. طب انا عايز اطلب منك طلب يا حاج محمد، كل ما اجي على بالك تدعي لي. بدعي لك والله 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 وحياه جدا لان انا بدعي لك يا مولانا. ما تحرمش من فضلك وكرمك والله يا دكتور، والله يا دكتور انا بدعي لك ليل ونهار وكل ركعه بصليها لربنا بدعي لك. ربنا يحفظك. قول لي بقى يا حاج محمد، اجاوب على سؤالك. قول لي أنا لما بسمع القرآن يا فضيلة الشيخ بعيط. طب ما دي بركة. ما بقول لحضرتك لو رحت مد، لو رحت مد عزا يعني وسمعت قرآن فببكي، فالناس بيقولوا هو يبكي ليه؟ مالكش دعوة بالناس. بص يا حاج محمد، اتفضل يا مولاي. أكتر حاجة أنت لازم تعملها في الفترة دي من حياتك، مالكش دعوة بحد. الناس يا مولانا، الناس مشغلة دوشة. سيبك من الناس وركز مع مولاك. القرآن لو انت بتبكي لما يتلى القرآن انت في حال زي الفل. عايز اقول لك حاجة، زود من تلاوتك للقرآن. بدل القرآن خلاص مس قلبك، هو ده امسك بقى. بدل القرآن كان هي الحاجة بتمس، اصل في واحد قيام الليل اللي بيمس قلبه. انت بدل القرآن بيمس قلبك امسك بيه. ولو يا عم حاج محمد احنا ما بنعرفش نقرأ، نتعلم القراية لأجل القرآن يا حاج محمد. اتعلم القرآن، اتعلم القراية لأجل القرآن. لو بتعرف تقرأ خلي لك ورد، حتى لو بتقول أنا ما بعرفش التجويد اقرأ واسمع القرآن في إذاعة القرآن الكريم كتير، لسانك هيتصح وهتصح القرآن وتقرأه بشكل صحيح. فإن شاء الله ربنا يبارك لك. والله أنا فرحان بأن أنا سمعتك النهاردة يا حاج محمد. ربنا يرضى عنك يا حاج محمد.